السلام عليكم، كديرين؟ لاباس الحمد لله. اليوم جيت وبغيت نشارك معكم طماطم الجافة. كنديروها مع لي بات، كنديروها كنحضروا بها، كنديروها في لي سالاد، كنديروها في الخبز، كتجي لذيذة وبنينة بزاف. ودابا الوقت مطيشات الحمد لله، نقصت الثمن، فالواحد يشري ويصايب. عندي هنايا 600 غرام ديال المطيشه، ها استقطرتها. دابا غادي نديرها في واحد لاطا ديال الفران. ها هي هادي، غادي ندير عليها شويه ديال الملح، شويه بزاف. ها هي، وكندير عليها شويه ديال البصله والثومه كبرى. كاين اللي كيديرها غير بوحدها، ما كيدير معاها حتى شي حاجه اخرى، كيديرها غير هي مطيشه بوحديتها. وكندير واحد خيوطه نتاع زيت العود عليها من الفوق هكا كما كتشوفوا هكا. وعندي انا هنايا واحد شويه ديال الزعتر والجنجل مخلطين، غادي نديرها عليها حتى هو باش تجي من السماء. صافي، كنشعلوا الفران على قبل مجهد ابخي، حيت كنبغيو نخشيو فيه لافا، كنقليو له عطي شميعه يلاه فتيله يعني قليل بزاف، وكتنسيها في الفران من الفوق وكتخليها حتى هي كتنشف كتنشف، كتنزل الماء اللي فيها وهكا حيت تفوت واحد نص ساعه ولا 40 دقيقه. نحركوها ونشوفوها هكا، نحركوها باللاطه هكا وابخي نردوها للفران تعاود تنشف. خليكم معايا حتى انا تلتالي ان شاء الله. هانتوما انا حركتها هكا، ودابا غادي نخشيها في الفرن. ها هي الطماطم اللي درناها تنشف جافه، كتجي رائعه بهذا الشكل هذا. كما قلت لكم كيمكننا نديرو بها لي بات، كيمكننا نديرو بها بيتزا، الخبز، الفوكاتشي تاع يمكن ممكن نصايبوه بها، ممكن نديرو بها اي حاجه نحطوها مع السلطه مع الخضار، ففعلا كتجي رائعه. دابا هادش نخليوها تبرد نهائيا تماما تبرد، ونديرها في قريعه ديال الزاج بحال هادي نحطها فيها. انا ما كنعمرش عليها الزيت حيت اصلا داير لها شويه الزيت، ما كاين اللي كيحطها كيديرها في القرعه ويعمر عليها الزيت، زيت المائده. بغيتو ديروها ديروها، انا ما كنديرش، كنخليها غير هكا كتجي مقرمله ومزيونه كتجي دايره. ف تنعمرها في القرعه ان شاء الله ونوريها لكم. هاني عمرتها هنا في القريعه، كما قلت لكم بغيتو تعمروا عليها الزيت كديروا فيها زيت المائده، وكتعمروها حتى الفوق باش كتغطي الطماطم، وكتسدوها هكا وكتخليوها على جنب. انا كنحطها في الباب ديال الثلاجه. وهداك الزيت مثلا الا عمرتوها نتوما بالزيت وداك الزيت بقات لكم في القرعه، فما كترميوهش بيان سور، كتخليوه حتى كديروا عاوتاني واحد مطيشه اخرى كتحمروها الطوماط سوغيس كتصايبوها عاوتاني كتخويها بنفس الزيت. وهكذا نكون انا نهيت الحلقه ديالي. وإلا عجبتكم الوصفه ديروا لايك وشاركوها مع الاهل والاصدقاء وفي مواقع التواصل، والى وصفه قادمه ان شاء الله.